نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. احتفلنا كلنا بالأمس بعيد الشرطة مع رجال الشرطة الشرفاء، والنهاردة بيسعدنا ان احنا يكون معنا دكتور سيد عبد الحميد أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة حلوان، ونتكلم على روح الانتماء وتلاحم الشعب مع الشرطة. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. دكتور سيد، طبعا يعني بطولات الشرطة واضحة للجميع، والحقيقة أن روح الانتماء بتتغرس في الشباب من وهم صغيرين، من في الأطفال يعني، وطبعا بيكبروا عندهم انتماء، ولولا أنه في أهالي غرسوا في أولادهم حب الانتماء وحب الوطن، لولا أن احنا بنشوف كل يوم شهداء من الشرطة والجيش بيضحوا بأرواحهم علشان خاطر احنا نكون آمنين. فكرة تربية الأطفال على حب الوطن والانتماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد بأن أجلس أمامك. ثانيا، من البدهي ومن الطبيعي جدا أن أتوجه بالشكر إلى هيئة الشرطة أفرادا ومساعدين وضباط. الحقيقة أنا والله ما أنا يعني عاوز أشكر فيهم قوي، بس ساعات بخاف. ليه؟ الناس أحيانا ياخدوك على مزلج معين ويصنفوك تصنيف معين، إنما أنا ليا خبرة معاهم منتهى الأدب والذوق الرفيع في التعامل. لا، خلينا نتفق على شيء. نعم. خلينا في بداية الكلام نتفق على شيء. نعم. الحقيقة ما فيش حد لا يفخر بشرطته وجيشه في العالم كله، ولما بقى فيه التصنيفات وبقى فيه الكلام والجدل الداير في المجتمع المصري، ده كان بفعل فاعل، لأنه طول عمر المصريين بيحبوا شرطتهم، بيحبوا جيشهم، بيحبوا وطنهم. فالتفرقة دي جت من الجماعة الإرهابية اللي كان قصدها تقسيم المجتمع المصري، فالفكرة دي راحت لزوال ورجعنا كلنا على قلب رجل واحد، همنا الأول والأخير مصر وحبنا لمصر وانتمائنا لمصر. الحمد لله. طبعا أنا بس فيما يخص الانتماء، الانتماء من منظور نفسي هو حاجة نفسية لدى الفرد. يعني لما تبصي بدون ما أعقد المشاهد في هرم ماسلو أو الأهرام، الحاجات النفسية في هرم الحاجات النفسية لدى الفرد موجود فيه حاجة اسمها الحاجة بالانتماء. يعني الإنسان بطبعه مدني زي ما قال ابن خلدون، يعني يحب الاجتماع بالغير والانتماء إلى الغير. كلمة الانتماء أصلا لما تيجي تبحث في أصلها فيها معنى الزيادة، مش فيها معنى النقصان. أنا إذا أردت أن أنتسب إلى معاليكي فعلي أن أزداد بصفاتي وخصائصي إلى الحد الذي يجعلني في مصافك حتى أنتسب إليك. الانتماء حاجة طبيعية. المصريون يتفرطون عن سائر شعوب الدنيا كلها، وأنا سافرت دول كتير، أن لديهم انتماء في غاية الشدة والروعة والجمال والحب لمصر. وإن بدا في ظاهر الأحوال لدى من يتصيدون أن هناك من إذا قال كلمة هنا أو كلمة هناك، لكنه ساعة يجد الجد، فإنه تجده منتميا إلى هذه البلد ولديه استعداد فطري ومكتسب لأن يضحي بذاته من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن. مثال التضحية الأعلى الذي يمثل رمزا وفخارا للمجتمع الحقيقة هيئة الشرطة التي قدمت الكثير من الشهداء وأمنتنا في بيوتنا، وأصبحنا نأمن ونزأط ونحن نجلس في بيوتنا مستكينين مطمئنين. ويكفي أن تعرفي أنه في عيد الشرطة ذكرت مجموعة من الإحصائيات خاصة بهيئة الشرطة تنم عن جدية في العمل وانتماء إلى الوطن، لأن من الانتماء، الانتماء في مكوناته الإخلاص، التضحية، الإيثار، دي اسمها مكونات الانتماء. بنجيبها من التحليل الإحصائي لقياسات علم النفس. فكونه يقوم بهذا الجهد ومثل هذه الإحصائيات الكبيرة أن يضبط مثلا 50,917 قطعة سلاح، معناه أنه قد وأد في المهد آلية من آليات مداهمة المجتمع ومحاولة الاعتداء عليه. وهذه واحدة تحسب للشرطة. لما تشوفي حجم المخدرات اللي لو كانت ثابت في المجتمع المصري وتأثيرها على الشباب طبعاً. وصلت حجمها بالتقدير النقدي 2,790,000، يعني قريب من 3 مليار. الحشيش اللي تم ضبطه واللي لو دخل 3 طن حشيش، وتم ضبط ما يناهز
اكتر من 582 كيلو ستروكس. قولي لي بقى، طبعا لديها بعض العمليات الاستباقيه التي وأدت من يفكر في الارهاب وترويع المجتمع في مهدها. صحيح. وهذا يحسن للشرطه، اليس هذا انتماء؟ طبعا. اذا لم يكن هذا انتماء وملخصه هذا الاخلاص في العمل، فلياتي الي احد يعلمني ما الانتماء. الانتماء اخلاص، ايثار. ايثار يعني ايه؟ يؤثر الاخر على ذاته. ضابط الشرطة وفرد الشرطة وفرد القوات المسلحة الذي يقتل دفاعا عن الغير، ألا يعد مثلا يانعا ساطعا رائعا بازغا في الإيثار؟ طبعا. آثر الغير على ذاته حتى جاد بكل ما وجوده، بأهم ما يملك حياته، اللي هو ذاته نفسها، جاد بها كلها، وترك من أولاده صغارا وامرأة قد تكون في مقتبل العمر، سيدة في مقتبل العمر، لتعيش حالة من حالات الترمل أو تصبح بوصف أرملة. من الذي يفعل ذلك إلا إذا كان منتميا انتماء دافقا خالصا لأرض المحروسة؟ أكيد هذا لابد أن يكون منه. طبعا. الحب كمان، الحب نرجع لفكرة الحب، الحب لكن في جزء من الانتماء. طيب بعد الفاصل، بعد نطلع فاصل ونرجع نتكلم على الحب كجزء من الانتماء. عالم الجمال في مصر جميلة، مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية. مصر فيها 100 مليون، 100 مليون، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنة سالمة مستقرة ودائما إن شاء الله للأمام بالمصريين. مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على الحب كجزء من الانتماء. اتفضل يا دكتور. الانتماء لهذا البلد، في لما تيجي تحللي مقاييس الانتماء هتجد الحب مكون من مكونات. طب قولي لي بقى، ما هو اللي يضحي واللي يؤدي الامانه واللي يشتغل بجديه واللي يخلص في عمله اكيد يبقى محب. طبعا. ان المحب لمن يحب يطيع، مش كده ولا ايه؟ طبعا. فما كونه داخله تحركه نوازع العاطفة بالحب لهذا البلد، فسوف ينعكس ذلك على السلوك، سوف يؤدي عمله بإخلاص وفي الميعاد وبإتقان وبتجويد، وتحمله عاطفة الاستحواذ، حب الاستحواذ على البلد، كأنه مثلا بيحضن حبيبته. فالانتماء منه
تجد مكون الحب. من الذي يغرس الحب؟ المفروض ان مؤسسات التنشئه الاجتماعيه كلها. انتم في الاعلام لديكم دور في غرس الانتماء الى هذا البلد. اكيد. ايضا المؤسسات، الكنيسه، ايضا المسجد، ايضا المدرسه، مجموعه النوادي الاجتماع، النوادي الرياضيه، مراكز الشباب، كل هذه لو فعل دورها سوف يؤدي الى تصفيه الانتماء وتنقيته ورفع مكانته الى الحد الذرة، حيث يصبح سامخا رائقا يليق بهذا الشعب العظيم. صدقيني شعب مصر شعب عظيم جدا، وشعب رايق وشعب محترم. صحيح. فالحب جزء من الانتماء، وحب طيب. هذا البلد بيظهر بصراحه. دكتور انا عندي سؤال دايما بيحيرني، انا ما عنديش شك ان المصريين يعني ما بيحبوش مصر، كلنا كمصريين بنحب مصر وعايزين بلدنا تكون احسن بلد في العالم، لكن عندنا سلوكيات سيئه جدا، منها عدم المحافظه على نظافه البلد، منها تخريب الاثار في بعض الاحيان، منها عدم الالتزام ببعض القوانين، يعني في طبيعه كده تتنافى تماما مع فكره ان احنا بنحب بلدنا وعايزينها تكون احسن بلد. هل في تحليل للاسباب؟ في تحليل. بصي، الاول لابد ان ننظر الى الاحصاءات النفسيه والخاصه بالسلوك. يا ترى كم من الشعب المصري يقوم بمثل هذه الافعال؟ ولنفترض انها فئه قليله، لان القاسم الاعظم هو حب هذا البلد وبالتالي يحافظ عليه. لماذا يقوم احد الناس بانه سايق عربيه فخمه جدا على فكره ويروح رامي رامي الكنز؟ يا اخي ما شاء الله عليك، انت راكب عربيه فله يعني ما لا تلحق. وغير كده يعني خلينا برضه نتكلم ويبقى عندنا مكاشفه، لو الناس هتحافظ على نظافه بلدها مش هترمي زباله في الشارع. قد ايه احنا بنعاني من كم القمامه اللي موجود في الشارع؟ بص يا استاذتنا، هو بيجي من اسلوب التربيه. يعني انا شخصيا لما باجي اركب عربيتي واولادي ومسافرين بقول بحط كيس بلاستيك جنبهم واقول لهم اي حاجه نفايات حطوها فيها، ولما ننزل نحطها في المكان الفلاني. فيقولوا ما في زباله في الشارع، اقول لها لا علينا من الاخرين، علينا بضبط سلوكنا احنا، ما لناش دعوه بالاخر. الحقيقه ان بعض ده نوع من انواع التمرد على الدوله، نوع من انواع التمرد على المجتمع، نوع من انواع التمرد على مفهوم الوطنيه والانتماء، هو يوجد لدى فئه قليله. قد يكون يشعر بالاحباط احيانا. يعني بعض هؤلاء يشعرون بنوع من الاحباط، نوع من التهميش، لان من اسباب عدم الانتماء ان اشعر بانني محبط، توجد امامي العوائق التي تعوق تقدمي ومسيرتي على حد زعمه هو. الحاجه الثانيه ان يشعر انه مهمشا ولا قيمه له في المجتمع، فيتسرب اليه ما يسمى باسم الاحباط. الاحباط له مردود طبيعي في الشخصيه من الناحيه النفسيه، يا اما انه يبقى عدواني على نفسه، يا اما عدواني على الغير. عدوانه على الغير، الغير المباشر الطبيعي، قد لا يستطيع لضعف امكاناته الجسديه والى اخره، فيعتدي على الرمز، يعتدي على مبهم مين؟ الشارع. فابتدي عليه ازاي يعني؟ اهي ارمي لك اللي بتاع في الشارع. يعني كانه مردود لمكنون الاحباط المرتكز بداخله، اعتقادا منه بانه ليس له دور، اعتقادا منه بانه مهمش، اعتقادا منه بان هناك كثير من العوائق التي تقف امام طموحاته وتحقيق اهدافه، اعتقادا منه من انه ليس هناك نوع من العداله الاجتماعيه. ايضا يكون هذا سبب مثل هذه السلوكيات الاسر التي لم تقم على التماسك والتعاطف والود. في بعض الاسر ست تكون تسمى الاسر اللافظه. طيب انا اقف مع حضرتك عند النقطه دي، لانه لما نيجي نبص للنوبه، واعتقد انه اهل النوبه اشتكوا كتير ان هم كانوا مظلومين على عقود طويله جدا، ودلوقتي الحمد لله الدوله بتعوضهم بشكل جيد جدا عن الاراضي اللي فقدوها. النوبه من اجمل الاماكن الموجوده في مصر وانضفها واحسنها، واحسنها سلوكا واخلاقا، برغم من ان دول تعرضوا لده والناس الثانيه ممكن تكون تعرضت لاشياء أخرى. جميل جدا، انت اخذتي يعني كانك تقولين انك يا دكتور اللي انت بتقوله ده مش بالضروره يكون ملزم، مش بالضروره طبعا المجتمع صح. اي انسان فينا في مكونين زي ما بيقولوا بتوع الصحه النفسيه، اراده حياه واراده موت. اراده الحياه هي التي تكون اذا كانت اعلى من اراده الموت. اراده الموت تنصرف في ايه؟ مش بالضروره يموت، انما يكسر، يفسد ما حوله، لا يعني لا يكون ايجابيا بالمعنى الصحيح. اهل النوبه اصل المصريين، يعني لما تبحثي في اصولهم هم اصلنا احنا. وقد تكون بحكم الجينات والأصولية إرادة الحياة عندهم أكثر من إرادة الإفساد، فتتغلب على مثل هذا
او على الاحباط الناتج من الظلم الذي وقع عليهم ردحا من الزمن. يعني اظلوا فتره من الزمن ينافحون ويجالدون من اجل الوصول الى حقوقهم، نظرا لان اراضيهم قد اخذت في مساله بناء السد العالي. اراده الحياه عنده عاليه جدا، فتغلبت على اراده الهدم واراده التشويه، فظل مستبقيا ومحافظا على كل قيم الجمال. هذا هو التفسير النفسي لوجود ارادتين داخل اي شخص فينا. مفيش شخص فينا مفيش فيه الارادتين، مفيش فيه المكونين، بس لما يكون احدهما هش والاخر قوي، القوي يظل مسيطرا والهش يبقى هو الاضعف. فاهل النوبه اراده الحياه عندهم واراده القيم الجماليه موجوده عندهم، هذا هو تفسيري. فظلوا يحافظون على مكنون القيم الجمالية والمحافظة على البيئة وعدم الانصياع إلى إغراءات التمرد، حتى لأنه حاولوا معهم بعض الفئات أن يغريهم على التمرد على الدولة. يعني مش مسألة وقفت عند هذا الحد، أنهم ناس محافظوا على بيئتهم، محافظوا على ثقافتهم، محافظوا على قيمهم الجمالية. هناك من حاول أن يأخذ أهل النوبة إلى الدائرة الحمراء، صحيح. ولكنهم بسليقة المصري الجميلة وفطرته الأبية على التمرد وعلى العنف وعلى التكسير كفطرة لم ينسخ وراء أحد. وهذا الذي قد يفسر لماذا أهل النوبة برغم الإحباط الذين عايشوا إلا أنهم ظلوا متماسكون، والحمد لله دلوقتي بيتم تعويضهم وإقامة الدولة برغم هذا الصدع وتعويض أهل النوبة. وهذا دور الحكومات في أنها، لأنه برضو لازم تلاحظ، يعني أقصد أنه حتى لو تأخر كثيرا ولكنه يحدث الآن. تلاحظي حاجة جميلة جدا، أي دولة بتتفك من الأطراف، ما بتتفكش من النص. طيب أنا عايز أرجع لنقطة تانية برضو مع حضرتك. حضرتك قلت إنه أهل النوبة كان في قدامهم مغريات كتيرة جدا إن هم يدخلوا في الريد زون أو المنطقة الحمراء. هل نقدر نعتبر إنه كمان التمسك بالعادات والتقاليد واعتبار إنه المجتمع، يعني أهل النوبة منغلقين، ليهم لغتهم، ليهم عاداتهم، ليهم تقاليدهم الخاصة بيهم، طبعا هم جزء أصيل لا ينفصل عن المصريين، ودي قوة مصر إن احنا متنوعين في أشياء كثيرة جدا، فهل الحفاظ على العادات والتقاليد يحمي الشعوب؟ شوفي، العادة إلف لازم يقوم الإنسان على تكراره بطريقة لا شعورية أحيانا. العادة، لو واحد نايم ومتعود يحط الراديو جنب راسه وهو نايم، لو جه في اليوم دوت الحجارة خلصت وما اشتغلش هيتوتر وينفع. فالعادة إلف، والعادة جزء من المكونات الثقافية لأي مجتمع. أنت عندك العادة وعندك العرف وعندك التقاليد، كل هذه تتشابك مع بعضها وتفترق مع بعضها في المكونات. نعم، إذا كانوا يحافظون، هم محافظون طبعا بالفعل على عاداتهم، فالثقافة تعد حامي من الانزلاق إلى مزالق عدم الانتماء أو إلى التطرف أو إلى الدوائر الحمراء اللي هي ما الأعمال العنفية. لانه متوارث الثقافه والعاده عند النوبيين او عند الاطراف في جمهوريه مصر. لا احنا بنتكلم بقى عامه دلوقتي، يعني مش باخد النوبه بس كانت مش النوبة بس، انا فاهم. العاده دائما ملزمه، هي بتاخد من العرف حته، فما تبقى ملزمه. العادات اللي احنا اخذناها اللي بياخدها الفرد والاعراف اللي بياخدها الفرد بتحكم سلوكه عاده. ليه؟ لانه قلنا هم جزء من الثقافه. الثقافة ست الكل هي المادة الخام للاتجاه والميول والقيم والمعيار، المادة الخام. ولذلك اللي ثقافته عربية هتلاقي اتجاهه عربي، قيمه عربية، ميوله عربية، معاييره عربية. اللي ثقافته غربية هتلاقي ميوله واتجاهاته وقيمه ومعاييره واخدة منها، شاربة منها. فإذا ما دامت العادة والأعراف والتقاليد، فنقدر نقول مكونات ثقافية تمثل مادة خام تؤثر في صناعة اتجاهه وميوله وقيمه ومعاييره. أما وأن العادات والتقاليد والأعراف منضبطة، فيخرج المعيار، يخرج الميل والاتجاه والقيمة والمعيار منضبط، فهناك علاقة وثيقة في الفعل ما بين ما يسمى باسم التقاليد والأعراف والعادات وما يسمى باسم التطرف، الإرهاب، الخروج عن الجادة، ممارسة أفعال ليست صائبة أو مخالفة للقانون. فالعادة تحكم الإنسان والعرف يحكم الإنسان والتقاليد يحكم الإنسان وتؤثر عليه. طبعا.
ده يخلينا نرجع ونقول انه طبعا كثير او كل العالم اتكلم على الثقافات المتنوعة، ويمكن كتير من الكتاب اتكلموا ايضا على الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، بل في كتب يعني Clash of Civilizations او تضارب الثقافات تعتبر من اهم الكتب اللي اتكلم في هذه النقاط تحديدا. الملاحظ في الفترة الأخيرة، وأعتقد ده يعني ملاحظة شخصية وجهة نظر شخصية قابلة أنها تكون صحيحة أو خاطئة، أنه تصدير السلبيات من الثقافات المختلفة هي اللي بقت سايدة في العالم، وهي اللي بقت تحكم الشعوب، وبالتالي بقى فيه كثير من السلوكيات الخاطئة. بمعنى إحنا كشرقيين أو ثقافة شرقية عندنا عادات وتقاليد بنتمسك بيها وتربينا عليها، وجرى العرف ان هو ده اللي سائد عندنا في المجتمعات الشرقية. اصبحنا معرضين من خلال انفتاح السماوات ومن خلال فكرة الجلوبلايزيشن انه بقينا نشوف ثقافات تانية، بدل ما بناخد الجيد من هذه الثقافات بتلاقي بتتصدر بشكل او باخر من خلال وسائل الاعلام المختلفة الاشياء السلبية من هذه الثقافات، احنا للأسف بنتمسك بيها وبنمارسها في بعض الأحيان، فبالتالي تلاقي المجتمع بقى عندنا مسخ، لا احنا شرقيين ولا احنا غربيين، ولو احنا حتى فكرنا ان احنا نبقى غربيين فاحنا مش بالشكل، يعني احنا بناخد سلبيات الغرب ونطبقه عندنا هنا في الشرق. وهنا دي مشكلة كبيرة جدا، واعتقد انها بقت ملاحظة بعد دخول الانترنت وانفتاح الثقافة، يعني بعد السماوات المفتوحة بقت شائعة جدا في المجتمعات الشرقية. رأي حضرتك سيدتي، لماذا تتوق النفس البشرية مش حكر على الشعب المصري هذا الاستخلاص، هو حكر على أي شعب من الشعوب، لماذا تتوق النفس البشرية دائما إلى السلوكيات غير المنضبطة؟ لأن النفس البشرية لا تمارس فيها أي جهل. أنت عشان أنا أكون منضبط لابد أن أضع إطار حاكم وضابط ومنظم ومرتب عشان أبقى منضبط. طيب لما عوز ابقى مش منضبط، لما تقري في طبيعه النفس البشريه تجد انه مش بالضروره يبقى منضبط ومرتب ومنظم، اي لا يوجد عليها اي قيود، وبالتالي هو اقرب الى النفس البشريه، لان النفس البشريه طيعه في هذا الاتجاه، لا يوجد عليها قيود او حاجه تحكرها او تخليها تنفعل، وبالتالي ليس هذا حكرا على شعبنا المصري، ولكنه اذا وفد الى شعب من الشعوب يؤثر في ثقافته ويؤثر في عالمه. بقي سؤال، في أي مرحلة من المراحل يؤثر، وهل يمكن أن يرتد الإنسان إلى طبيعته الشرقية؟ هو يؤثر في مراحل معينة ثم تتغلب بعد ذلك، اللي هي في مرحلة المراهقة وما يليها بخمس ست سنوات، بعد ذلك أن يصل إلى مرحلة الرشد سرعان ما يعود مرة تانية إلى الأصول بتاعته وجذوره النقية الصافية التي يشرب منها، وإن تأثر قليلا ولكنه تأثر ليس جوهري بعد العودة، يعني يعود مرة تانية. ولذلك تجدي في القرآن الكريم يقول إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقدم الفجور على التقوى، لأن التقوى أقرب إلى الفجور، أقرب إلى هوى النفس، أقرب إلى الطبيعة البشرية، عدم وجود أي قيد عليها، تمارسه دون ما أن تنفعل، تمارسه دون ما أن يضع عليها حاجز أو حكر يضبطها. أما التقوى فإن اللي هو هينضبط بقى، فالتقوى عاوزة نوع من الترتيب، عاوزة نوع من التنظيم، عاوزة نوع من التواطؤ. بالظبط تكون زي مسألة الجهد المبذول في الهدم والجهد المبذول في البناء. أنا أقدر أبني عمارة في 20 سنة طبعا بعد ما أعمل لها ديكورات، لكن هدمها لك في يوم، في ساعة، بشوية متفجرات أروح منزلها. ليه؟ قالوا لأن الهدم لا يحتاج لا ترتيب ولا نظام، عشوائي، شغل عشوائي. أما بقى حتة البناء والتشطيبات عاوزه الترتيب وعاوزه النظام وعاوزه الاوكي وعاوزه بقى الحاجات اللي انت عارفاها دي كلها طبعا، واللون ده ومش اللون ده والكونتراست ولا متناقض الديكور ولا متجانس، وشغلانه كبيره. ففي ترتيب، في تنظيم، في تواطؤ. بالظبط كان هي دي حاجه ثقافيه زي دي بالظبط، يعني بنشبهها بالبناء والهدم. لكن انا بقول لك هو يؤثر. شوفي هقول لك على حاجه، استعرض البحوث التي رصدت سلوك الشباب في مرحله من 14 ل 22، هي دي المرحله الخطره على فكره. وحتى صندوق الانماء الاقتصادي، صندوق الانماء تابع للامم المتحده، وجد ان اكثر انحراف يقع في الفئه العمريه من 14 ل 22. طب هاتي لي بعد 22،
هتلاقي البت بعد ما كانت 1 2 3 4 والواد بعد ما كان 1 2 3 4 في الجامعه ارتد الى الحياه الطبيعيه وبقى اقرب الى الانضباط منه الى التهتك والتهطل والانزلاق وراء المجالات دي كلها. الطبيعه البشريه طبيعه يعني احنا شعب معتدل على فكره، اكيد معتدله، وعشان كده ده يحط مسؤوليه كبيره على الاهل ان هم يكرسوا وقتهم للاطفال وللشباب. يعني احنا بنغرس في اولادنا اللي احنا عايزين نلاقيه فيما بعد. انا للاسف الشديد وقتي انتهى، شكرا لحضرتك يا دكتور واهلا بحضرتك معايا. ربنا يبارك فيكي ويكثر الف خيرك. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جد.